خلينا نروح لموضوع آخر بيهم كتير من البنات اللي بيحاولوا انهم يشتروا ميك اب جديد او جيد يكون مواكب للموضة ويكون ترندي ولكن بسعر رخيص، وعشان كده ساعات بيروحوا يشتروه من اماكن مش موثوق فيها شوية، بيضطروا انهم يشتروا ميك اب متقلد او مش اوريجينال بسعر كبير اللي ممكن انه يضر بشرتهم طبعا بشكل كبير. وعشان نعرف الفرق بين الميك اب الاصلي او المش اصلي او المضروب لازم نعرف بعض النصايح المهمة من خلود عبد الفتاح خبيرة التجميل. وصباح الورد عليك يا خلود. صباح النور، ازيك؟ اهلا بيكي. خلود، احنا دايما بنشوف بنات كتير ممكن تستغلى الميك اب الاوريجينال وده عادي جدا، فبيلجأوا للاسف لبديل مش اصلي، فاحنا عايزين نعرف بديل يكون سعره يعني كويس في متناول الايد ويكون في نفس الوقت ما يضرش البشره. بصي، الفرق ما بين الاوريجينال والمش اوريجينال دي قصة تانية مش هقدر اقدمها لك، غير ان هم يشتروها من اماكن موثوق فيها. دول بس اللي هم عادة بيكون قادرين، في فروق مش كده؟ بيبقى فيه طبعا فروق شكل العلبة، الفونت بتاع الكتابة نفسه، ريحتها الحروف، كمان. ريحتها، يعني حاجات كتير قوي قوي. وفي مصادر كتير قوي للاسف بتبيعها، بس هو معروف انها مش اوريجينال، فاهمه؟ يعني يعني المحل او المكان او الشوب او المكان المحل ده معروف ان هو مستحيل هيبيع براند كبير كده، فاهمه؟ بيبقى في اماكن موثوق فيها. طب اللي مش قادر يشتري الحاجات الغاليه دي، عندنا براند نازله في مصر جديده بجد رخيصه بس موثوق فيها، فاهمه؟ يعني هي مش متقلده مش مضروبه، بس ده براند يعني صنع القصه دي عشان خاطر يعني البنات يبعدوا عن المضروب. طب يعني لو احنا مش عارفين، يعني الحد اللي ما بيشتريش عادة اصلي ما بيكونش عارف يفرق بين الفونت والعلبة وريحتها وكده، بس انا يعني لو حد ما اشتريش قبل كده مثلا اوريجينال ورايح يشتري، يعرف ازاي ان دي حاجة مضروبة؟ يعني مثلا هل في حاجة في الكواليتي نفسها تبين لنا؟ ايوه، بصي، اي براند كبير او اي براند مضروب مثلا او معروف ان هو بيتضرب مستحيل هيتباع في مكان زي ده، فاهمه قصدي؟ احنا نعرف من المكان. من المكان نفسه، يعني هو اصلا براند غالي جدا، يعني ممكن ازازه الفاونديشن مثلا اللي هو كريم الاساس يوصل ب 3000 جنيه، صحيح. فمستحيل المحل ده هيبيع البراند ده ب 500 جنيه، فاهمه؟ يعني ايه اللي هيخليه فعلا ينزل ل 500 جنيه؟ فاهمة ليه؟ ليه يعني؟ طب حتى شكل العلبة بيبقى ضخم، طب يعني لو ورأيك ايه في شراء الميك اب اونلاين؟ لا، أنا ضد أي حاجة أصلا والله. لانه احيانا بنلاقي بيجز كبيره ومعروفه بتبيع المفروض حاجات اوريجينال واونلاين، ولما بنشتريها يعني بيجيلنا البيت بنحس ان هي مضروبه. بصي بقى، يعني يعني قصه الاونلاين دي انا ما بحبهاش خالص، حتى الا لو في حاله واحده بتبقى جارتك، صاحبتك، بتبقي عارفه انها فعلا بتسافر وبتجيب الحاجه، او بتشتريها من مصدر موثوق فيه مثلا. يعني ناس كتيره قوي بتعتمد على السفر على فكره. طب لو احنا دلوقتي افترضنا ان في بنات يعني اشترت مثلا ميك اب وهي مش عارفة اصلي ولا مضروب، وخلاص هي حاجة مثلا مضروبة وهي بتستخدمها، تأثيرها ممكن يكون ايه على البشرة؟ لا لا لا، يعني أسمعك قصيدة عن الموضوع. يا ريت يا ريت تسمعيهم هما. لا لا لا، أولا بيشتكوا من سمار تحت العين، ثانيا الجلد بعد وقت بيأكسد. يعني إيه بيأكسد؟ لما تيجي تحط مثلا عند ميك اب ارتست زي بحاجات اوريجينال، وشها يسود من الحاجات الاوريجينال، أنت متخيلة؟ بيأكسد، بيسود. حوالين بقها يغمق، المسام يوسع، خطوط العين تكتر. لا لا لا، ما أدراكي ما المضروب، يعني بيدمر البشرة. بيدمر البشرة. ولو هي ممنوعة من حاجات معينة، لما تيجي تحط مثلا سان بلوك اوريجينال او ميديكال من الصيدلية هيغير معاها، انت متخيلة؟ سان بلوك عادي. صحيح، بنشوف المنظر ده للأسف. طب أخيرا تنصحي البنات بإيه كده في ميك اب صباحي خفيف يستخدموا إيه؟ بصي، انا اول نصيحة ليا دائما وابدا 13 سنة غذي بشرتك عشان ما تستخدميش ميك اب كتير. التند بقى، الحاجات اللي هي جميله الناتشرال دي، عندك البلاشر الليكويد اللي هو السائل اللي هو يعني، عندك الماسكارا اللي هي بتسرح الرموش بس. دلوقتي طلعت حاجات كتيره قوي للحواجب، الشادو، شكل القلم بيرسم الشعره بشعرتها كده، فاهمه؟
شكل الوش بيبقى ناتشرال اكتر وبيبقى احلى اكتر لما بتعتني بالبشره نفسها، السكين نفسه انسايد واوت سايد، سواء بالطريقه الغذائيه او بالكريمات. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا خلود عبد الفتاح خبيره التجميل، بشكرك شكرا جزيلا.